ارتفاع أعداد المرحلين من النمسا بين طوعي وقصري. وزير الخارجية يؤكد دعم بلاده الكامل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. حكم مخفف على وزيرة الأسرة السابقة المتهمة بالفساد. استمرار الجدل حول منزل هتلر مع خطط لتحويله إلى مركز لمكافحة الفاشية. دراسة تؤكد أن الشقق التعاونية تؤثر في انخفاض أسعار الإيجارات. ومقتل دب بني صدمه قطار في سالزبورغ يحظى باهتمام عالمي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قامت وزارة الداخلية في النمسا بترحيل 3808 أشخاص خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت 24% مقارنة بالعام الماضي. وأكد وزير الداخلية النمساوي أن نظام اللجوء يجب أن يظل موثوقا به وتقديم المساعدة لأولئك الذين في حاجة ماسة لها فعليا، وأشار إلى أن نصف الأشخاص الذين تم ترحيلهم خلال الربع الأول تم بشكل طوعي، والنصف الآخر بشكل قصري بسبب سجلهم الإجرامي. كما أوضح أن حوالي 14,297 شخصا تجنب إجراءات الترحيل وغادر النمسا بمحض إرادته. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch hier im Innenministerium. أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شايلنبرغ عن دعم بلاده الكامل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، واصفا إياها بأنها منصة حيوية تربط بين أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى. وأشاد الوزير بجهود الأمين العام للمنظمة هيلغا شميد في تعزيز دور المنظمة وزيادة تأثيرها، مؤكدا أن أوروبا تحتاج إلى المنظمة الآن أكثر من أي وقت مضى. ورحب شايلنبرغ بزيارة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كاسبا كوروسي، وأكد على أهمية الشراكة القوية بين النمسا والأمم المتحدة. أصدرت محكمة الفساد في فيينا حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً بحق صوفي كارماسن وزيرة الأسرة السابقة من حزب الشعب. تهمت كارماسن بالاستفادة من دفعات مالية غير قانونية تصل لمليون يورو بعد انتهاء فترة عملها السياسية. وأكد المدعي العام وجود أدلة قوية تثبت الاتهامات، وعلى الرغم من نفيها تلقي المدفوعات إلا أنها استخدمت فواتير وهمية لإخفاء ذلك والذي تم تأكيده. ومع ذلك تم تعليق تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بشروط غير قابلة للاستئناف. يستمر المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في براوناو بالنمسا العليا بإثارة الجدل الواسع بشكل مستمر. وقد أظهرت استطلاعات الرأي تأييد غالبية المواطنين لإقامة مركز ثقافي لمكافحة الفاشية وتعزيز التسامح والسلام. وتخطط وزارة الداخلية لتحويل المنزل الذي تبلغ مساحته 4,000 متر مربع إلى مركز قيادة شرطة، وستبدأ أعمال التجديد في الخريف المقبل والانتقال إليه في العام 2026، أي بعد سنتين من أعمال التجديد. ومن المتوقع استخدام جزء للندوات الثقافية ضد النازية. أوضحت دراسة أن الشقق التعاونية التي تعود بالفائدة على سكانها تؤثر على انخفاض أسعار الإيجارات في الشقق الخاصة. وفقا لدراسة مشتركة بين معهد أبحاث الاقتصاد فيفو وجمعية الإسكان التعاوني غير الربحية جي بي في، توضح أن زيادة حصة جمعيات الإسكان غير الربحية أدى إلى انخفاض قدره 30 إلى 40 سنتا لكل متر مربع في الإيجارات غير المنظمة، في حين أشارت الدراسة إلى أن زيادة حصة الإسكان التعاوني تزيد من تأثيرها على الأسعار خاصة في العاصمة فيينا. أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل دب بني في حادث تصادم مع قطار في ولاية سالزبورغ. ومن المقرر أن تقوم الشرطة بتشريح جثة الدب لتحديد سبب الوفاة،
الحادث وقع بالقرب من بلدة شفارتساخ صباح الثلاثاء، وحضر خبير حكومي لأخذ عينات من الحمض النووي للدب، حيث تعرض لجروح خطيرة بما في ذلك فقدان لمخلبه الخلفي الأيسر وجروح في الرأس إضافة لنزيف حاد. وقد تناقلت القصة العديد من وسائل الإعلام حول العالم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.